مرحبا يا رفاق، إنكم تحتفلون بيوم القديس باتريك؟ تعلمانهم الرقصة الإيرلندية التقليدية؟ كم هذا جميل! عليك أن تسرع كاري. بن وجيري كانا في مهمة لكيري لإحضار وعاء من الذهب ولوحة قوس قزح لها لتزين مطعمها. إنها تنظم حفلة شاين بمناسبة يوم القديس باتريك، لكن في طريقهما لمطعم كيري يفضل أن تساعدهما. أوه لا، هل تعتقد أن صديقنا هو المتسبب في الأزمة؟ ماذا ستفعل؟ وها هو وجه قدوم الفكرة. قطار خارق، هيا بنا الآن. إنك سريع جدا. ماذا يحدث أيها الخارق؟ أوه لا، نار. الحمد لله، كنتما على وشك الاصطدام. إلى أين أنت ذاهبة؟ أوه رائع، لكن الآن الخارق لديه حالة طوارئ. شكرا يا رفاق، نراكم في مطعم كيري. ما كل هذه الفوضى؟ يا رفاق، هل أنتم بخير؟ أيها الخارق، عليك فعل شيء. مغناطيس، فكرة ذكية. احترسوا يا رفاق، كانت ستصطدم بكما. عليكم أن تسرعوا يا رفاق، لابد أن كيري بانتظاركم. عليك الذهاب إلى مطعم كيري الآن أيضا. مرحبا كيري، تبدو حفلة مذهلة. إنها طريقة جميلة لشكر الخارق يا رفاق. اليوم هو يوم الرياضة في مدينة السيارات. أوه،
جديدة رائعة إدنا. لابد أنها مؤلمة. أوه لا جيمي، ماذا هناك؟ الكرة أصابت أسلاكا. لا يمكنك التوقف. أوه لا، مرحبا يا رفاق، حركات رائعة. أتأذنون بكارل قليلا؟ كارل، جيمي فقد السيطرة في الحديقة، لا يمكنه التوقف، يبدو أنه على وشك التصادم، هل يمكنك المساعدة؟ ما رأيك أيها الشاحنة الخارقة؟ صحيح، ستحتاج شيئاً مناسباً لكل التضاريس، شيء لجوانب الطريق. صحيح، الشاحنة الخارقة هنا لإنقاذك. أيها الخارق، عليك إيقافه. كيف ستوقف جيري؟ ستسير في المقدمة وتقوم بإيقافه؟ فكرة جيدة. سريع جدا. أيها الخارق، عليك اللحاق به. جيري، الجسر مرفوع للأعلى، لا يمكنك العبور منه. ماذا؟ لا يمكنك لف إطاراتك؟ أيها الخارق، افعل شيئاً، جيري سيصطدم بالجسر. أيها الخارق، ماذا تفعل؟ إنك في الطريق الخاطئ. ستستعمل الوسادة الهوائية للإمساك به على الجانب الآخر. أعتقد أن هذه الطريقة ستنجح. نعم جيري، إنك بخير، لكن إطاراتك ما زالت تتحرك، صحيح؟ كيف يمكننا إصلاحه؟ واو، يبدو أنه قد تم إصلاحك. أنا مسرورة أنك بخير. شكراً لإنقاذه كارل، وشكراً لإصلاحه وولتر، حتى وإن كان ذلك بالصدفة. هاي جيري، كل شيء بخير؟ خذوا الأمور ببساطة يا رفاق، استمتعوا ببقية يومكم. جيري مستمتع بعمله، فقط انظروا إليه. ها
ما هذا جاري؟ هل سمعت ذلك الصوت؟ أوه يا إلهي جاري، أسرع اختبئ في مكان ما. إنه شبح. أوه لا، لقد وجدك. علينا إحضار مساعدة. ابقى هنا جاري، سأتصل بالشاحنة الخارقة. مرحبا كارل، لدينا حالة طوارئ. هناك شبح يطارد جاري شاحنة القمامة، أرجوك ساعده، إنه خائف جدا. الشبح سريع جداً، يجب أن تكون أسرع منه لكي تقبض عليه كارل. إلى أي مركبة ستتحول كارل؟ شاحنة سباق خارقة، مدهش. انظر أيها الخارق، الشبح يحاول أن يبتعد. أسرع طارد. هذا ما نريده أيها السيد شبح، لا مكان للهرب. هناك شيء غريب في هذا الشبح، أعتقد أن أحدهم مختبئ تحت تلك الملابس. حسناً أيها الخارق، أعتقد أنه يمكننا أخيراً اكتشاف من المختبئ خلف ملابس الشبح. آها، لقد عرفت أنك لست شبحاً حقيقياً. لما فعلت ذلك جاري؟ كنت تتدرب على دورك في الهالوين القادم؟ لقد فهمت. على كل حال، جاري خاف جداً مما فعلت. لقد اعتقد أنك شبح حقيقي، لكن كل شيء بخير الآن. لقد تم حل اللغز وحماية جاري. هذا لطف منك جاري، أنت صديق حقيقي. أيها الخارق، ماذا تفعل؟ أيها الخارق، كم أنت مضحك. إلى اللقاء جميعاً، استمتعوا بالهالوين. يبدو أن اليوم حافل بالعمل في موقع البناء، لنرى ماذا يفعل بيلي وإدنا. هذا كثير من الأسمنت. إدنا احترسي. أوه لا بيلي، احنا
يمكنكما أن تتحركا؟ يبدو أن هذا الخزان سيقع. أعتقد أنكما بحاجة لمساعدة. مرحبا كارل، نحتاج مساعدتك. تشاهد فيلم ليجو؟ نأسف لكنها حالة طوارئ. بيلي وابنا عالقان في الأسمنت. إنهما عالقان حقاً. أعتقد أن كارل لديه فكرة. واو، هناك تجمر. إنه الخارق. إنه شاحنة كسارة. جميل. الكسارة تقوم بتكسير الأسمنت. عليك أن تسرع. هذا الخزان لن يصمد طويلا. لقد ارتفعت حرارة الكسارة. الوقت لا يسعفنا. أعتقد أنك بحاجة استي 3000 لمساعدتك. ماذا ستكون استي 3000 اليوم؟ يا منوى. إنها استي 3000. أتسأل ماذا تكون؟ بغض النظر عما تفعل، يجب أن تكون سريعة. إنه ليزر مدهش. تم تحرير بيلي. لقد انتهى الوقت تقريبا. رائعة. الحمد لله، في آخر لحظة. نعم، الشاحنة الخارقة واستي 3000 نجحا في المهمة. أحسنت عملا أيها الخارق. ابنا تريد أن تعرف ماذا يجب عليهما فعله لشكرك. أعتقد أن الخارق لديه فكرة. واو، إنها حفلة ليجو. رائع. سيارة ليجو جميلة، لكن أين الخارق؟ هل أنت مستمتع بحفلة الليجو أيها الخارق؟ يقول أن كل شيء مذهل. أحسنت عملا كارل، أقصد أيها الخارق. نراكم في المرة القادمة. إلى اللقاء. مرحبا كيري، ماذا تفعلين؟ لقد صنعت بسكويتا خاصا ليوم المرأة. Ha!
كيري، لقد سرق البسكويت. فكرة جيدة، الشاحنة الخارقة يمكنه إيقافه. كارل، نحتاج مساعدتك. جيري سرق بسكويت كيري الذي صنعته ليوم المرأة، علينا إيقافه. جيري توجه لموقع البناء. ستقوم بالتحول؟ فكرة رائعة. على جيري أن يحترس الآن، إنه لا يضاهي شاحنة الشرطة. إنه يبتعد. لقد ابتعد. ماذا ستفعل؟ جميل. ما كل هذه الفوضى؟ هذا قد يكون خطراً. الصغار يعودون من المدرسة من هذا الطريق. أيها الخارق، عليك فعل شيء. استي 3000؟ فكرة مدهشة، لكن إلى ماذا ستتحول؟ شعاع التحريك عن بعد؟ يمكنك السيطرة على كل هذه الفوضى التي على الأرض. احترسوا يا صغار، كان هناك حادث هنا. لا تقلقوا، فقط اتجهوا إلى البيت. حسناً؟ صحيح، ماذا سنفعل بكل هذه الفوضى؟ فكرة رائعة إدنا. أيها الخارق، يمكنك وضعها في جرافة إدنا الآن. هي تعرف كيف تتخلص منها بشكل صحيح. ليس بهذه السرعة يا سيد، لم ننسى ما فعلته. لما فعلت ذلك؟ لما سرقت البسكويت؟ أردت إعطاء إدنا هدية بمناسبة يوم المرأة؟ هذا تصرف عاقل، لكن لا يبرر السرقة أيضاً. كان يجب أن تشتريه أو تفعل شيئاً آخر. ماذا على جيري أن يفعل ليكفر عن جريمته؟ إنك تعمل هنا الآن جيري؟ صحيح أيها الخارق، الجريمة لا تنفع. حسناً، استمتعوا بمشروبكم يا رفاق. إلى اللقاء. مرحباً دين، ماذا تفعل؟ تبدو لعبة ممتعة. واو، تقومون بإعداد الأشياء لعيد الميلاد يا رفاق، هذا يبدو رائعاً. مرحباً إدنا، احذري من هذه الأخشاب. احترسي إدنا، الكرة المضيئة تتحرك باتجاهك. أوه لا،
الكرة أثارت الحريق مع الخشب، والنار تنتشر بسرعة. الشاحنة الخارقة فقط من يمكنه المساعدة. كارل، نحتاجك. بيلي قام بتصرف أخرق وتسبب في حريق في موقع البناء. من فضلك تعال وساعدنا. المدخل يحترق، عليك إخماد الحريق هنا أولاً لإنقاذ أصدقائك. إلى ماذا ستتحول لتقوم بذلك؟ شاحنة إطفاء، إنها فكرة ممتازة. أحسنت عملاً أيها الخارق، لكن أسرع، ربما يوجد حرائق أخرى في الداخل. ابدأ بشجرة عيد الميلاد أولاً، وإلا فإن العيد سيتدمر. أحسنت عملاً. يبدو أننا كنا على حق. إدنا، بيلي، هل أنتما بخير؟ لحظة، أين دين؟ أوه لا، إنه هناك وهو عالق على السقالة. إنك صغير جداً لتصل إلى النيران في الأعلى. هيا أيها الخارق، فكر. نعم، حان وقت استعمال إستي 3000. عليك أن ترتفع إلى أعلى أيها الخارق، أعلى وأعلى وأعلى. إنه هناك، حاول أن لا تقترب كثيراً من اللهب والأنبوب. اطمئن دين، الخارق يقوم بالسيطرة على النيران، سيتم إخمادها حالاً. دين، هل أنت بخير؟ هل الجميع بخير؟ أحسنت عملاً أيها الخارق، ولقد أنقذت شجرة عيد الميلاد أيضاً. عيد ميلاد مجيد جميعاً، احترسوا من الحرائق.